زفاف جماعي لـ70 شاب وشابة في محافظة النجف الأشرف بتوجيه من دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني، ومن أهداف الزواج الجماعي كذلك وإظهار الترابط الأسري والمجتمعي من خلال مشاركة الجميع في المناسبات السعيدة وإظهار البهجة والسرور وتحبيب الحياة المستقرة إلى نفوس الشباب بتكوين الأسر بمسؤولية وتفاؤل وترسيخ فكرة الزواج الشرعي العلني وإظهار النية على المضي في طريق الاعتماد على النفس، وأن الحياة مشاركة وتضامن وأن تحب لغيرك ما تحب لنفسك وليس استعراض الغنى والثراء وتميز بهما على الآخرين. هذا ما سنشاهده في هذا الفيديو الذي احتل مساحة واسعة على مواقع التواصل.